الرئيس السيسي يوجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية جنوب سيناء من السيول وتخزين المياه. مدبولي يشارك بقمة تيكاد في تونس ويؤكد سعي مصر خلال استضافة كوب 27 لتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة. طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة تسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وباشاغا يحمل الدبيبة المسؤولية، والمنيفي يقطع زيارته لتونس. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها. كما استعرض الاجتماع جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة، كذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقية عند طريق حسين كامل، حيث وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والأحياء. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر. أكدت مصر أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8 ينعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة.
وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكة على الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية، مؤكدا وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية. بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما طلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993 تحت شعار الملكية والشراكة، تأكيدا لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب، تلبية لتطلعات الجانبين. السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية. كما أشار مدبولي إلى وجود عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق أن المحور الأول يتمثل في أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولا، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. ثانيا، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رئيس الوزراء أن قضية تغير المناخ تعد من القضايا الحيوية المهمة التي تتطلب تكاتفا دوليا. كما أشار مدبولي إلى سعي مصر من خلال رئاستها لمؤتمر كوب 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، كذلك زيادة التمويل الدولي المتاح للدول الأفريقية. تبرز قضية تغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهامة التي تتطلب تكاتفا دوليا، ومن هذا المنطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر الكوب 27 على إعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية في هذا الصدد. ونتطلع إلى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولي الهام. We'll be right back.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد استقبلا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب الرئيس التونسي عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في القمة، فيما وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنيا لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار. وعلى هامش أعمال مؤتمر تيكاد 8 التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، لا سيما بعد موافقة مصر على وثيقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية لمصر. وأشاد مدبولي بتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية، مشيرا إلى متابعته للتقدم المحرز لكافة المشروعات التي تتم بالشراكة مع البرنامج. وأكد رئيس الوزراء أن من ضمن البرامج التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة هو التعاون القائم مع وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة تهميش وفقر المرأة الريفية، مشيرا إلى ما تنوي الحكومة طرحه من مشروعات لقوانين لمكافحة ظواهر زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال. من جانبه أشاد مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدارة حياة كريمة، مشيرا إلى أنها من المشروعات شديدة الأهمية ومن الضروري أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من آليات تنفيذها. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع إلى قيام اليابان بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر تقنية الفيديو كونفرنس على هامش مشاركة مدبولي في فعالية قمة تيكاد 8. وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص الياباني يمكنه ضخ المزيد من الاستثمار في مصر، مؤكدا تقدير مصر للدعم المقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير. من جانبه أشار كيشيدا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية في مصر، مؤكدا أن طوكيو ستواصل تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد القيادات التنفيذية لشركة تويوتا تسوشو اليابانية على هامش مشاركته في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8. خلال اللقاء أشار مدبولي إلى توقيع الشركة خلال الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء. من جانبه أعرب وفد القيادات التنفيذية لتويوتا عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيرين إلى المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتقدير الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل مهمتها في القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي. واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. نفذت القوات البحرية تدريبا عابرا مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الأسكندرية البحرية والتي استمرت لعدة أيام. وبدأت الفعالية بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، في حين تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة. وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والتي تتمتع بخبرات كبيرة في هذه المجالات، ما يسهم في دعم الأمن البحري والاستقرار. اختتمت فعالية التدريب المشترك هرقل 2 بمصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب. استمرت فعالية التدريب المشترك هرقل 2 على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واستمرت فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة. كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب. كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض JTAC والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع
بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة. وقد أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة. وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العلمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب. تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث، ذلك من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علم علوم أو الثانوية الأزهرية علمي لتكون 55% بدلا من 60% من المجموع الكلي، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب. ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة. وفي ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة، هذا ويستمر سحب الملفات حتى 14 من سبتمبر المقبل. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين والذي تم الإعلان عنه في مارس 2021، أنشأت القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوي بايوبنك أوتوماتيكيا بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة. وتتمثل أهمية البنك الحيوي في قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، مما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها. يأتي هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قاضية تمونية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية، حيث ضبطت الداخلية 25 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة و68 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. كذلك تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في قضايا المخابز فقد تم ضبط 714 قضية، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و72 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن أقماح محلية.
استضافت وزارة الداخلية براعمة وشباب منطقة بشير الخير بالإسكندرية وأسرهم بنادي الشرطة لقضاء يوم ترفيهي ورياضي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة الفئات وخاصة قاطني المناطق الحضرية الجديدة. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده. لا يمكن طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا أسيب الناس كده أبدا. هي بعيا لينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجه والفرحه عليهم وغيرنا حياتهم وحياه ابنائهم. هي بدايه لينا، هي بدايه جديده، حياه لينا، حياه كريمه، مصر جديده بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشفنا بعينينا وبكره طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشائر الخير دي حققت لنا كل احلامنا. حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه حقق لنا امنياتنا. مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى لاحلى. البشائر مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم، في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشائر جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. فرحانه قوي عشان كنتش احلم ان انا اجي المكان ده اهوت، وهم جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سله وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطه. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. اول مره نعمل كده اصلا في حياتنا. شكرا مش كفايه للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من اول بشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه،
شكرا مش كفاية، نور جديد كنت البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطني المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا، وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جداً. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكراً قوي، شكراً على الفرصة اللي اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. بشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكراً مش كفاية، شكراً مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل يوم ترفيهي ورياضي كبير أقامته وزارة الداخلية لقاطني منطقة بشائر الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات والتي تحرص الدولة على إقامتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة الليبية وفاة 13 شخصا وإصابة 95 آخرين جراء الاشتباكات التي اندلعت بالعاصمة طرابلس. وأكدت الصحة الليبية تعرض مستشفياتها العامة والمراكز الصحية للقصف والاستهداف بمدينة طرابلس منذ ساعات الفجر الأولى. ودعت الوزارة إلى حماية كافة المرافق الطبية ومراكز الطوارئ والإسعاف من خطر الاشتباكات المسلحة. وكانت الاشتباكات قد اندلعت وسط المدينة وعدد من أحياء العاصمة بين ميليشيات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتسببت الاشتباكات أيضا بأضرار مادية كبيرة. إلى هذا حملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الدبيبة. هو في هذه الأثناء توجهت وحدات من القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك. وأكدت القوات الداعمة للحكومة المكلفة أن قوات حماية الدستور الموالية للدبيبة قد انسحبت من مطار طرابلس وتوجهت إلى مدينة مصراتة، وأن قواتها تمكنت من السيطرة على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها. وأشارت القوات الداعمة للحكومة المكلفة أن الاشتباكات اندلعت بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولايتها في العاصمة طرابلس. إلى هذا نفى المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي ما جاء في بيان الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة بخصوص رفض المفاوضات. وقال المكتب الإعلامي في بيان إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمية، ذلك دون أي استجابة من حكومة الدبيبة. وأشار إلى أن حكومة الدبيبة
متشبثة بالسلطة، وهو ما زاد من تدهور الوضع السياسي في البلاد. وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قد أبدى استنكاره لما قال إنه بسبب رفض حكومة بشاغة المبادرة السياسية والتي تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية، مشيرا إلى رفض حكومة بشاغة في آخر لحظة هذا التفاوض بالتزامن مع التصعيدات العسكرية التي شهدتها طرابلس ومحيطها. وأدان الدبيبة ما يشهده وسط مدينة طرابلس من اشتباكات عنيفة في جميع أحياء المدينة، مؤكدا أنها لن تتراجع عن تحملها مسؤولياتها. إلى هذا أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن رئيس المجلس محمد المنيفي قطع زيارته إلى تونس عائدا إلى العاصمة طرابلس على خلفية اندلاع الاشتباكات بطرابلس. وقدم رئيس المجلس الرئاسي اعتذاره للرئيس التونسي قيس سعيد عن قطع جدول زيارته. وكان المنيفي والوفد المرافق له قد توجه إلى العاصمة تونس للمشاركة في قمة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا تيكاد. على جانب آخر، أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي الاشتباكات المسلحة الجارية في العاصمة طرابلس والتي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. ودعا مجلس الدولة في بيان إلى ضرورة التوقف فورا عن هذا العنف، مؤكدا ضرورة العمل على تسريع إجراء انتخابات توحد مؤسسات الدولة وتعزز الشرعية وتفتح الطريق لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات والقصف العشوائي في الأحياء المأهولة بالسكان في طرابلس. وفي بيان لها دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة باشتباكات طرابلس، وشددت على ضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة. وقع الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون إعلانا من أجل شراكة متجددة. وينص إعلان الجزائر على رغبة البلدين في افتتاح حقبة جديدة وتبني مقاربة ملموسة وبناءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب. كما تضمن الإعلان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون من بينها التعليم والصحة والرياضة. هذا ومن المقرر أن تنشئ باريس والجزائر بناء على الإعلان مجلس أعلى للتعاون على مستوى الرئيسين، ذلك من أجل تعزيز مشاورتهما السياسية. وعقب التوقيع قال تبون إن الزيارة الناجحة لماكرون أتاحت تقاربا لم يكن ممكنا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مستقبل مهم بينهم بين الطرفين. بينما اعتبر الرئيس الفرنسي أن إعلان الجزائر سيتيح تعزيز العلاقة المتقاربة من خلال إجراء حوار دائم حول جميع الملفات. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الأزمة السياسية لابد أن تكون لها حلول عوضا عن الفوضى والصراع السياسي. وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة أنه يجب أن يكون الاستقرار والأمن والبناء هم الطريق الوحيد للشعب العراقي بالتفافه حول جيشه، وهو الالتفاف الذي مكنهم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مجلس النواب التشيكي يوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي. وافق مجلس النواب التشيكي على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو. وكانت السويد وفنلندا قد امتنعتا عن السعي للحصول على عضوية الناتو لعقود طويلة، إلا أن الأزمة الأوكرانية دفعت الأغلبية في البلدين للموافقة على الانضمام لحلف الناتو. ومن المتوقع أن تصدق جمهورية التشيك على قبول الدولتين في التحالف العسكري الغربي في المستقبل القريب. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية 3 مرات خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في إطار تبادل الاتهامات ما بين روسيا وأوكرانيا بالمسؤولية عن قصف محيط محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا، ما أدى إلى فصل المحطة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية قبل إعادتها للعمل بعد ذلك بساعات. حضرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر انتشار مواد مشعة. وقالت شركة إنريجو أتوم الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت مرارا موقع المحطة، مشيرة إلى أن ثمة مخاطر من تسرب هيدروجيني وانتشار للمواد المشعة، مؤكدة في الوقت نفسه على وجود مخاطر كبيرة باندلاع حريق بالموقع. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي ربما يظل عالقا في مستنقع ركود تضخمي لبعض الوقت ما لم تستطع الاقتصادات الكبرى زيادة الإنتاج بصورة هائلة. وأشار مالباس إلى أن ما يثير القلق هو أن الأوضاع قد تدهورت عن التوقعات المنخفضة فعليا، خاصة في أوروبا والتي تواجه أزمة في شراء الغاز الطبيعي. هذا وقلص صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة، وحذر من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون على شفا الدخول في ركود كبير. تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي جيروم باول توضح التزام الفيدرالي بالاستمرار في رفع معدلات الفائدة. هذا وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم أدواته بقوة من خلال رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن العودة إلى استقرار الأسعار ستستغرق وقت وستؤدي إلى فترة طويلة من النمو الضعيف، بالإضافة إلى تباطؤ في سوق العمل. يواجه العالم الكثير من التحديات، ومن أصعب هذه التحديات التضخم الذي اجتاح العالم بأكمله بداية من تداعيات أزمة فيروس كورونا وصولاً للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينغ، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة سيكون مؤلماً على الأسر والشركات الأمريكية، لكن عدم التحرك سيلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم أدواته بقوة من خلال رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن العودة إلى استقرار الأسعار ستستغرق وقتاً وستؤدي إلى فترة طويلة من النمو الضعيف، بالإضافة إلى تباطؤ في سوق العمل. هذا وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% بمعدل سنوي مقابل 9.1% في يونيو، ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. هذا ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي، والذي أصدر أرقاماً جديدة حيث بلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6.3% مقابل 6.8% في يونيو بمعدل سنوي.
وحدد الاحتياطي الفيدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%، وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيكون لهذه السياسة تكاليف مؤسفة. هذا ويستعد الاحتياطي الفيدرالي لرفع كبير لأسعار الفائدة بشكل استثنائي خلال الاجتماع المقبل للجنة النقدية في 21 من سبتمبر المقبل. شهد محافظ الدقهلية أيمن مختار حفل توزيع أجهزة عرائس ل100 عروس من فتيات المحافظة بمشاركة مؤسسة حياة كريمة بمبادرة يدوم الفرح لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين في مختلف القرى. وثمن محافظ الدقهلية دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى، بالإضافة إلى تجهيز العرائس وتوفير الأدوات الأساسية لهم. مبادرة حياة كريمة ينبثق من تحتها مبادرة يدوم الفرح. تم النهاردة تأهيل وتدريب أكثر من 100 عروسة، وتم تجهيزهم بجميع الأجهزة الكهربية زي ما أنتوا حضراتكم شايفين. جموع الأهالي والأسر والبنات فرحانين جدا، يمكن سامعين الزغاريت وهم وإحنا بنتكلم بالصدفة طبعا. فيعني مبادرة جميلة يدوم الفرح، يا رب دايما تحت القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحول مبادرة حياة كريمة إلى فلسفة حياة كريمة لكل الشعب المصري. مبادرة يدوم الفرح اللي بدأتها وسنتها مؤسسة حياة كريمة من في أكتر من محافظة، النهاردة اقترنا وصل محافظة الدقهلية بتأهيل وتدريب 100 عروسة، وكمان مساعدتهم على تأسيس بيتهم بحاجة بسيطة كده من جهاز العروسين. يعني بصراحة محافظة الدقهلية والقيادة التنفيذية في المحافظة ما توانوش في إن هم يدعموا شبابنا في المؤسسة ومتطوعين على الأرض في إن هم نقدر نوفر قواعد البيانات كاملة عن العرايس دي، نتأكد من مدى استحقاقتهم، نتأكد كمان ان هم موجودين متوزعين على كل مراكز محافظة الدقهلية علشان نقدر ونكفل ان احنا الفرح يخش كل بيت مصري في محافظة الدقهلية. أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومنتصر الزيات عضو مجلس النقابة الأسبق، ذلك من الترشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقررة أن تجرى في 4 سبتمبر المقبل. وجاء الحكم في ضوء الدعاوى المقدمة من أحد المحامين والذي طالب فيها باستبعاد عاشور والزيات بدعوى مخالفتهما شروط الترشح المقررة ووجود بعض الموانع القانونية التي تحول دون ترشح كل منهما في تلك الانتخابات. والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال. إلى آية كفوري. إليك آية. شكرا حكمة، شكرا ياسر، ولنا نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعا قوميا يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة. وخلال جولتي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أشار الوزير إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تسهم في الارتقاء بالإمكانات الفنية والإدارية للعاملين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
وفي أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب مع ترقب للمستثمرين سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لكبح التضخم، ليسجل المعدن الأصفر 2757 دولارا و99 سنتا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 1080 جنيها، في حين سجل عيار 24235 جنيها. وأخيرا نصل معكم للجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 8640 جنيها. ننتقل معكم إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مدعومة بإشارات بأن منظمة أوبك قد تخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.66% ووصل السعر اليوم إلى 100 دولار و99 سنتا للبرميل. أيضا ارتفع خام وربتكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 58% ووصل السعر اليوم إلى 93 دولار و6 سنتات للبرميل. أيضا امتدت الارتفاعات لأسعار المازوت وارتفعت عالميا بنسبة 1.29% ووصل السعر اليوم إلى 3 دولارات و93 سنتا لكل لتر، في حين انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 84% ووصل إلى 9 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث استمر الاقتصاد في مواجهة اضطرابات إغلاقات كورونا والركود المستمر في قطاعات العقارات. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الأرباح في الفترة من يناير وحتى يوليو انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق. يأتي التراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي بالصين، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون تقديرات الاقتصاديين. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ياسر عبد الستار وحكمة عبد الحميد. شكرا لك آية. تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية في مختلف أنحاء العالم تهدد الدول ونمط حياتها واقتصاداتها. وفي الصين تجتاح نهر يانجستي موجة جفاف هي الأسوأ منذ 157 عاما، طالت بتداعياتها قطاع الطاقة في البلاد. موجة جفاف هي الأسوأ منذ 157 عاماً، عاصفت بنهر يانغتسي الصيني بما يمثل تهديداً كبيراً لثاني أكبر اقتصادات العالم. موجة الجفاف الحادة في يانغتسي تسببت في أضرار خطيرة بأطول أنهار آسيا الذي يتدفق على طول 6300 كيلومتر عبر الصين، يغذي مزارع تنتج كميات كبيرة من غذاء البلاد، فضلاً عن تشغيله محطات كهرومائية ضخمة عبر تدفق المياه، بما فيها سد الممرات الثلاثة، أكبر محطة كهرباء بالعالم. تراجع منسوب نهر يانغتسي أدى إلى تعطل توليد الكهرباء في عدد من المحطات الكهرومائية الرئيسية، ما أثار أزمة وفوضى بقطاع الكهرباء بأجزاء من الصين، ودفع ذلك المدن الكبرى بما فيها شنغهاي لإطفاء الأنوار وتعطيل السلالم المتحركة وخفض تشغيل المكيفات. كما أطفأت منطقة الواجهة البحرية داباند بشنغهاي إضاءتها الخارجية، وعلقت ووهان في مقاطعة هوبي وسط البلاد عرض الضوء الشهير لنهر يانغتسي بشكل مؤقت. موجة الجفاف في يانغتسي وما سببته من مشكلات في قطاع الطاقة تثير تساؤلات طويلة الأجل حول اعتماد الصين على الطاقة الكهرومائية، وهي أكبر مصدر للطاقة النظيفة بالبلاد، حيث مثلت نحو 18% من مصادر توليد الكهرباء في 2020. كما ينذر الجفاف باحتمال أن يتمخض تغير المناخ عن موجات حرارة وجفاف أكثر تواتراً واستمراراً، ليس في الصين فقط وإنما في مختلف أنحاء العالم. والآن جاء موعد الأخبار الرياضية. وإلى آية كفوري مرة أخرى، لك آية. شكراً لكم، والآن محلياً وعالمياً نتابع أخبار الرياضة.
نجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 35-15 في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للشباب. تسيد منتخب مصر للشباب مواليد 2002 المباراة طوال شوطيها، واستطاع لاعبي الفراعنة تحقيق الفوز بالنهائي للبطولة في نسخته 29 للشباب لكرة اليد، والتي تستضيفها رواندا في الفترة من 20 وحتى 29 من أغسطس الجاري. كما حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 فوزا كاسحا على نظيره اللبناني بنتيجة 9-0 ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وبتلك النتيجة وصل منتخب مصر إلى النقطة السادسة في المجموعة الرابعة بعد تحقيق فوزين على السعودية ولبنان بدور المجموعات للبطولة المقامة حاليا بالجزائر. فاز فريق طلع الجيش على نادي الأهلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي انتهت منذ قليل بين الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري. بتلك النتيجة يحتل الأهلي الترتيب الثالث بالجدول برصيد 67 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز. حقق فريق إنبي فوزا مستحقا أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليضمن الفريق البترولي بقاءه بالدوري برصيد 38 نقطة متساويا مع الإسماعيلي. نجح إنبي في التسجيل عن طريق لاعبه مصطفى ياسر بعد عرضية رائعة من أحمد العجوز في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وأضاف علي فوزي الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 74 من عمر المباراة من ضربة جزاء. وفي الجولة نفسها حسم التعادل الإيجابي مواجهة فاركو وغزل المحلة على استاد الإسكندرية بنتيجة 1-0. بهذه النتيجة يؤجل غزل المحلة فرصة البقاء في الدوري للجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده للنقطة 35 في المركز 15 متساويا مع المقاولون. ويحتاج الغزل للفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام الاتحاد السكندري يوم 30 من أغسطس من أجل البقاء رسميا بغض النظر عن نتائج باقي منافسيه المقاولون والبونة وإسون. وإلى البريمير ليج، حيث انتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم عندما عدل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بالفوز على ضيفه بورنموث 9-0 في ملعب أنفيلد. بذلك رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز 8، وتجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز 17. انتهت جولتنا الرياضية، عودة إلى حكمة ويسر مرة أخرى. شكرا لك يا آية. تجري وكالة ناسا الفضائية الاستعدادات النهائية للرحلة الأولى لصاروخها من الجيل التالي لنظام الإطلاق الفضائي SLS وسفينة أريون الفضائية لمهمة إلى القمر. ومن المقرر أن ينطلق أقوى صاروخ تابع لوكالة ناسا حتى الآن من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بعد غد الاثنين. ومع أن رحلة الصاروخ الجديد لا تعد كونها تجريبية ولن تكون مأهولة، لكنها تكتسب أهمية رمزية بالنسبة إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حيث تأمل الوكالة أن تثبت أنها لا تزال قادرة على المنافسة مع الصين وشركة سبيس إكس. والآن مع أخبار الأحوال الجوية والطقس. مرة ثالثة وأخيرة إلى آية كفور. إليك آية. شكرا لكم. والآن وقفة أخيرة مع حالة الطقس محليا. يتوقع
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. أما مشاهدينا فيما يلي بين بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن القاهرة، نبدأها من مصر، نبدأها من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 25، مطروح 30، 23، بورسعيد 31، 25، والإسماعيلية 35، 24. نذهب بعدها إلى السويس، العظمى 35، الصغرى 25، العريش 32، 24، طابة 39، 26، وشرم الشيخ 39، 29، والغردقة العظمى 38، والصغرى 28. أيضا الأقصر العظمى 44، الصغرى 28، أسوان 44، 29، الوادي الجديد 41، 26، وشلاتين 39، 28، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى 27. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن. والآن مشاهدينا نتابع أبرز الأخبار اليوم. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يواجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية جنوب سيناء من السيول وتخزين المياه. مدبولي يشارك بقمة تيكات في تونس ويؤكد سعي مصر خلال استضافة كوب 27 لتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة. طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة تسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وباشاغا يحمل للدبيبة المسؤولية، والمنافي يقطع زيارته لتونس. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا. ويوسف الحسيني، مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا حكمة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تمام، انت كله تمام؟ اهو ادينا وجبة دسمة ان شاء الله النهارده، نكافح في سبيل الله. اه والله النهارده عندنا حلقة مليانة متخمة بالتوفيق. يعني دسمة على رأيك فعلا، بالتوفيق. صحيح، اشكركم، ربنا يخليكم، واستأذنكم، ربنا يخليك يا حكمة، استأذنكم نبدأ فقراتنا.